بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة في كل مكان، وأعظم الله جورنا وأجوركم بذكرى جرح مولانا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي ضرب في محراب صلاته وهو يقول: فزت ورب الكعبة. ونحن على بركة الله نجدد اللقاء بكم مرة أخرى، والبرنامج المباشر الفقه حياة، الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. كالمعتاد مشاهدينا الأحبة، نرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا العزيز، وعظم الله جورنا وأجوركم بذكرى جرح مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء وجزاكم الله خيرا. نعم، حياكم الله سماحة السيد. بودنا اليوم نتحدث يعني عن هذا المصاب الجلل، جرح مولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وواقعا الحديث عن شخصية عظيمة كشخصية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى دراسة معمقة، لأنه ليس شخصية اعتيادية، بل هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. يعني أهكذا يجازى الأب وهكذا يجازى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهو القائل: بأبي وأمي لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وهنا السؤال سماحة السيد: ماذا تمثل ضربة علي سلام الله تعالى عليه؟ هل هي ضربة للدين؟ هل هي ضربة للمنهج الحق؟ نعم، حياكم الله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال أخي الكريم، مسألة الاختلاف ومسألة عدم الانسجام مع فكر أو عقيدة، هذه المسألة هي طبيعية جدا. يعني الإنسان يختلف مع الطرف الآخر باعتبار الأمزجة تختلف، الرؤى تختلف، الثقافة والنشأة، هذه إذا اختلفت الأفكار والمنهج أيضا يختلف. فاختلاف الناس في عموم أفكارهم وقضاياهم هي قضية عادية، يعني قضية ليست غريبة. كم من الأنبياء كان عندهم اختلافات مع أقوامهم، في النهاية إما أنهم قتلوا وإما أنهم نجحوا في نشر الدعوة. المشكلة ليست في الاختلاف بقدر ما المشكلة في على أي حال العمى الذي يصاب به الإنسان. مشكلة المسلمين في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه وبعض الصحابة، صحابة رسول الله، أصيبوا بعمى. هم في الواقع يتصوروا أنهم أهل دين، يتصوروا أنهم أهل منهج، يتصوروا أنهم ملتزمون، ولكن هم بعيدون كل البعد عن الدين. كما أن الإمام أمير المؤمنين وصفهم قال: أنتم على حال تريدوا أن ماذا؟ أن تصيبوا الدين، ولكن شنو؟ تخطئونه. وسماهم بالمارقين، الذين مرقوا عن الدين، مرقوا يعني خرجوا عن الدين. شوفه يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، وجبهته آثار السجود فيها ما شاء الله، ورقبة ملوية، وبيده السبحة يسبح الله، ولكن فكر ما في، وعي معدوم، وضوح للرؤية غير حاصل. في النهاية تراه أنه
يحارب الله ويحارب الرسول وأولياء الله، يحاربهم. الآن أنتوا لما تسمعون واقع هذا، خلي إحنا التاريخ نجيبه إلى واقعنا. نعم أحسنتم. أنتوا لما تسمعون مجموعة تحشد وتنظم وتوجه الشباب باتجاه على أن مراجع الدين هم خطر على الإسلام. نعم. وإذا نريد إحنا نصلح أمورنا لابد أن نقتل مراجع الدين. بل الآن الآن عشت الحمد لله وشفت هؤلاء الذين اجتمعوا في منطقة الزرقاء في بعد السقوط بكم سنة، هؤلاء شنو فكرهم على أنه إحنا جماعة مرتبطين بالسماء ومرتبطين بمنهج، وكل مراجع الدين ذول على باطل لازم يقتلون. زين تقول سيدنا يعني ممكن؟ اي نعم ممكن، ليش مو ممكن؟ واجتمعوا ودافعوا وقتلوا في سبيل فكرتهم، هذه يسموه عمى. لما واحد يعمى هالشكل عمل البصيره صارت هو هذا. ليش نروح الى احنا تكلمنا عن الشيعه الان بعض التكفيرين ذول الدواعش يتقربون الى الله بقتلنا، يتقربون يعني انا اتغدى عن رسول عند رسول الله لو قتلت شيعيا، او نفجر مثلا قنبله في مدرسه بنات، بنات حبابات صغيرات راحين يدرسن يفجرون قنبله، يقول يتقربون الى رسول الله. ها في افغانستان حصل قبل كم يومين مساكين حفاظ قران رايحين جلسه قرانيه، اولاد شباب مدارس ابتدائيه متوسطه قتلوهم شر قتله. من الذي يقتل ولماذا يقتل؟ لانه في الواقع صارت هناك غشاوه، لا يفهم الصح عن الغلط، لا يفهم ما هي الحقيقه وما هي الاباطيل. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء. اسمحوا لي الايه من سورة الأعراف أقرأها لكم. ولقد ذرأنا، الله يقول إحنا جهنم عينا خصصنا لهم مكان لبعض الجماعات، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. من الجن والإنس وين؟ بجهنم. ليش؟ ليش؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، عند قلب بس ما يفكر. راح يقول ليش القلب هو مكان تفكير؟ القلب مكان القرار، القلب مكان قرار الإنسان ومجمع شنو معارف الإنسان. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. يشوفك بس هو ما يشوف، شايف الشيء؟ يشوفك بس هو ما يشوف. شنو اللي يشوف؟ يشوفك بس ما يشوفك إنسان شنو بريء، يشوفك إنسان مجرم، ما يشوفك إنسان محقون الدم، يشوفك إنسان مسفوك الدم، ما يشوفك إنسان على أي حال لك حق الحياة، يشوفك إنسان لابد من تزهق روحك. شوفوا، ولهم أعين لا يبصرون بها بعد، ولهم آذان لا يسمعون بها. عد إذن بس بابا نفهمه، نلقي له محاضرة، نجيب له آيات، نجيب له تفسير، نجيب له أدلة، يسمع بس هو ما يسمع. ولهم آذان لا يسمعون بها، ذول اللي عند عين ما يشوف بها، وعنده أذن ما يسمع بها، وعنده قلب ما يفقه به، ذول منو شنو؟ إنهم كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ناس مولانا، ناس انحرفوا. سمعت قبل كم يوم مجموعة مجتمعين في مكان، هذه يعني معلومات استخبارية، مجتمعين في مكان متفقين وموقعين وحسب متعاهدين أمام الله وأمام الرسول أن على حال يهدمون قبور الأئمة. عجيب. مشكلتكم وين؟ مع قبور الأئمة؟ يقول إيه، هاي قبور الأئمة هذه محل إشكال، وهي سبب نزاع المسلمين قبور الأئمة. عجيب. شوف الفكر.
أنا قلت في بداية كلامي، قلت الاختلاف الرأي، الاختلاف العقيدة، الاختلاف الرؤية، هذا ماكو مشكلة طبيعية. بس أما أن تتحول هذه الاختلافات إلى أنه الطرف الآخر أشوف وجوده خطر، الطرف الآخر لازم يصفى، هذا اللي إحنا نسميه بالفكر التكفيري الإقصائي اللي هو خطير جدا. أمير منير ابتلي بهذا الفكر في زمانه سلام الله. أمير منير ابتلي بجماعة من الخوارج وجماعة من الشام، هؤلاء في الواقع اتخذوا القرآن مطية، اتخذوا الدين مطية، امتطوها يعني ركبوا الدين حتى يصلوا إلى مآربهم، ووصلوا وسووا مشاكل في الأمة وانشقاقات. شوف الآية الأخرى من سورة الحج، أفلم يسيروا في الأرض، هذا الكلام بعد إنا إحنا الله جاي يتكلم يا بس أنتوا جاي تعيشون وشفتوا التاريخ وشفتوا صدام ايش صار بي، وشفتوا الحجاج شنو صار بي، وشفتوا هتلر شنو صار بي، شفتوا الظلم ايش صار بيهم، شفتوهم ذولا، ذولا اللي شفتوهم نتيجة هتلر شنو كانت، نتيجة ما أدري مورسليني شنو كانت، نتيجة صدام شنو، ذني شفتوهن لولا ايه شفناهن. زين ليش ما تتعظون؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، شوي يتدبرون شوي يفتهمون. شنو اللي خلى مجموعة من صحابة رسول الله كانوا يقاتلوا مع رسول الله حتى أن أمير المؤمنين كان يتكلم عن سيف، كان يتكلم عن سيف الزبير، أنه كم هذا سيف الزبير كم في الواقع كشف الكرب عن وجه رسول الله، هذا السيف سيف الزبير كشف الكرب عن وجه رسول الله. شنو اللي يصير يجي يوقف ويقاتل خليفة المسلمين ويقاتل إمام المسلمين؟ شلون قلوب لا يعقلون بلي فتكون لهم، يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها حتى يفهمون يتدبرون، أو آذان يسمعون بها فإنها هي إلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصر قد ما يكون أعمى بس القلب أعمى. أنا شو أسوي إذا كان القلب أعمى حبيبي؟ هاي مشكلة. أنا شو أسوي الواحد يقول أنتو الحوزة العلمية المرجعية الدينية أنتو خطر على الإسلام لازم تقتلون؟ أنا شو أسوي الواحد يعتبر علي بن أبي طالب خطر على الإسلام؟ خطر يعني حسب تعبيرنا إحنا العراقيين شو تجيب لها شنو شو تحط لها والطيب شو تحط لها والطيب فالجرح عميق، كل ما تجيب من دواء كل ما تجيب من كذا تخليه على أن يطيب هذا الجرح ما يطيب. ليش؟ لأن الجرح اسمعوا جيدا شباب، جرح العمى القلبي أعظم بكثير من جرح شنو البدن والقلب ينزف، خليه القلب ينزف يموت الإنسان، أما حي وقلبه في الواقع لا يعي ولا يفهم، هذا اللي احنا في الواقع نعاني منه. ما جرى على علي، ما وقع في مثل هذا اليوم فجرا مع علي بن أبي طالب في سنة 40 في الواقع إنما كان نتيجة العمى، نتيجة تخلخل الرؤية وتشويش الرؤية. هذا الآن في تاريخنا الآن جت تتكرر الآن. الآن جماعات باسم الدين باسم العمايم باسم الحوزة باسم الإسلام يكفرون بعضنا البعض ويتحينون الفرصة على أن كيف نجهز على بعضنا البعض، وهذا الذي لا بد من الحذر منه. ومثل هذا اليوم نلبس السواد ونحزن لعلي صلى الله وسلم عليه، لا بد أن شنو لا بد أن نعتبر، لا بد أن نفكر، مو بس أنه إحنا نلطم على أمير المؤمنين ونقول تهدمت والله أركان الهدى. نعم تهدمت أركان الهدى عندما أهل الهدى أهل الدين المتدينين عندما في الواقع شنو يفقدون بصيرتهم
ويذهبون مع الشياطين في الدهاليز، دهاليز وجلسات خاصة وسرية، وأقول لك كل تقول، وهذه خاصة، وهي أمور على حال مقابل للنشر، هاي كلها تريد منكم أن توظفوا وتجندوا في قبال أهل الدين وأهل الحق. نعم، أحسنتم سماحة السيد وبارك الله بكم. نعم، الآن يعني نفسح المجال للأخوة المتصلين وكذلك لبعثنا بصمات. نعم، سماحة السيد، وردتنا العديد من الرسائل على تطبيق المجيب، نجيب إن شاء الله. لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، سؤالي: أنا أشتغل حداد وأحيانا أبو ينطيني شغل، مثلا أشتغل بحسينية شبابيك ويعطيني مبلغ أشتري مواد ويقول لي بيش ما يصير أصرف وجيب. أنا اشتريت يعني تقريبا تكلفتهن 700,000، أخذ إلي 30,000 أو هيك مبلغ، هل يجوز لي أو لا؟ شوف حبيبي، هذا الكلام بين الولد وبين أبيه. نعم. إذا كان ضمن الاتفاق أنه بابا أنا أروح أشتغل، بس إيش قد بالمية إلي؟ بلي. كم حصة إلي؟ كم نسبة إلي؟ هذا لابد أن تحدد. نعم. أما بابا روح أنت اشتغل، أصرف، أصرف وبعدين جيب البقية، أنا لازم أفهم. نعم. أولا أصرف شنو أصرف؟ أصرف على البيت؟ بلي. أو إلي أخذ شنو؟ لابد من إيضاح هاي المسائل. نعم. وإلا تكون القضية موهمة مبهمة وما يستطيع الإنسان أن يفهم، إلا إذا قال: لا سيدنا، والدي يقول أنت أصرف بمقدار الكفاية، إيش قد تصرف أنت لنفسك، عيالك، أولادك، كذا، والبقية شكوا بيها، سموه إلا 30-50 حسب حاجتك. نعم. فالقضية لابد أن تكون واضحة. نعم، أحسنتم. سمعت السيد أيضا معنا رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، أنا أعيش في دولة أوروبية وأدفع الضرائب من راتب العمل، هل الأموال التي أدفعها للضرائب تجزي عن الخمس؟ لا، الضرائب في الواقع هي ضرائب موضوعة على دخل الإنسان في عموم البلاد، يعني حتى في العراق أكو ضرائب وإن كان ما يشتغلون بها أو ما يعملون بها، هاي ضرائب شيء، أما الخمس والزكاة شيء آخر. نعم. يعني أنت في الواقع إذا كان عندك أموال ومر عليها سنة ومصرفتها لازم تطلع خمسها، سواء الدولة تأخذ ضريبة أو ما تأخذ ضريبة. نعم. لا ربط للضرائب بمن بالحقوق الشرعية. نعم، أحسنتم سماحة السيد. ويانا اتصال من علي فالح، حياكم الله. خالد تفضلوا. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا وعليكم ان شاء الله، الله يتقبل طاعاتكم، حياكم الله، تفضل. الله يستر سيدنا، عندي العم يداوم بالشرطه بالدوام مدن شلون بالداخل العفو، وقال لي يعني تعبت واكثر من رغم المالي تدنى 5 ايام. منو اخ علي؟ عمك؟ عمه يدير الفلوس ينزل. ابن عمي انت فلوس. بلي. وقال شنو اخو بي اشكال وما بي اشكال، تعبت كلش نهائي. نعم نعم، واضح ان شاء الله. عندكم سؤال اخر؟ جزاك الله بالخير. نعم، الله يحفظكم ان شاء الله. نعم سمعت السيد، نجاوب على الاخ علي فالح. حبيبي شوفوا، الموظف اللي في الواقع هو مرتبط بوظيفته، فما يستحق الاجور، ما يستحق الراتب الا اذا ادى وظيفته. نعم. اما هذا يتفق مع الضابط اعطيك كم فلس وخليني اروح للبيت، هذا اذا كان خلاف القانون، يعني القانون ما يسمح لك ولي. فهذا ما يجوز. نعم. مرة تقول: لا والله سيدنا أكو قانون وعندي إجازة. نعم. شهرين عندي إجازة، بس هذا ضابط لعين. نعم. هذا ضابط إنسان فاسد. نعم. ما يعطيني حقي القانوني ما يعطيني إياه. نعم. يقول انطيني فلوس أنا أنطيك، هنا أنا مجبر. نعم. فيجوز دي أنا مجبر. نعم. لأن القانون جاي يسمح لي وهو فاسد. نعم. ويمنعني من حقي، وأنا الآن حسب تعبيره جدا اختنقت وضجت وكذا. نعم. ما في مشكلة. فإذا إحنا شو نقول؟ نقول إذا كان القانون ما يسمح لك وأنت جاي تاخذ إجايز خارج عن القانون، خارج عن وظيفة، هذا ما يجوز. أما إذا كان لا لفساد الضابط، نعم يجوز. نعم، أحسنتم صراحة السيد. ويا اتصال من أم أحمد، حياكم الله، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مسافر
مسافر يروح بالطيارة إلى إيران مثلا صباحا، إيش وقت يفطر؟ وهم إذا مثلا طارت الطيارة بعد 10 دقائق ربع ساعة يقدمون فطور أو وجبة غداء، شنو الحكم؟ إيش وقت يفطر بها؟ ورحمة الله والديك. واضح نعم واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شوفوا أختي، مثل مطار البصرة، مطار البصرة بعيد عن المدينة، فمجرد توصول المطار تقدرون تأكلون. نعم. يعني وجودكم في المطار تقدرون تأكلون. ليش؟ لأن المطار هو حد الترخص. المطار حد الترخص، ما يحتاج يركبون بالطيارة ويصعدون. أما أكو مطار داخل المدينة، مطار داخل المدينة يعني نص المدينة المطار، هنا لا لازم تطيرون. صار واضح؟ في مسألة النجف، أن مطار النجف داخل المدينة لو برا المدينة أكو كلام. نعم. بعض الأعلام يقولون خارج المدينة فتقدر بالمطار تأكل وصل لقصر، بعض الأعلام، بعض الأعلام يحتاطون يقول لا، الاحتياط عن شنو؟ إلى أن تطير الطيارة. نعم أحسنتم. بس تطير الطيارة كافي، يعني بس تطير يكفي. نعم. سمحت نعم ويانا اتصال من الأخ مجيد. ألو. نعم حياكم الله، تفضلوا. نعم تفضلوا سمحت السيد، اسمعكم إن شاء الله. سيدنا صلاة القدر شلون؟ صلاة شنو؟ كيفية صلاة القدر؟ صلاة ليلة القدر؟ نعم خدمتكم. نعم سمحت السيد. هناك صلاتان ليلة القدر. صلاة ركعتين تقرأ بعد الحمد 7 مرات قل هو الله، مثل صلاة الصبح، بس 7 مرات قل هو الله، وتركع وتسجد وتكمل ركعتين ب7 مرات قل هو الله بعد الحمد. بعد الصلاة 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله 70 مرة، هذه صلاة ليلة القدر. أكو صلاة أخرى ليلة القدر 100 ركعة، مثل صلاة الصبح عينا الحمد وسورة وهكذا، 100 مرة ركعتين 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 ركعتين. لا. يعني 50 مرة مثل صلاة الصبح، 50 مرة مثل صلاة الصبح. هذا أيضا على حال صلاة من صلوات. نعم لكن صلاة تصير عذر على المقاطعة، من أين يبدأ إذا كان 100 ركعة؟ من صلاة الصبح أو الظهر أو لا 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 نعم. مو صلاة مثل صلاة الصبح بلي. ركعتان بنية ليلة القدر. نعم. مو أنه صلاة الصبح أو صلاة الظهر. نعم صلاة الله أكبر صلاة ليلة القدر، ركعتين 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 ركعتين، ما عندنا الظهر وعصر ومغرب وعشاء. نعم. إلا واحد يقول يا بس أنا ليش أصلي 100 ركعة هالشكل، خلي أصليها قضاء. ممكن. نعم. ممكن أنا بدل ما أصلي 100 ركعة مستحبة أصلي قضاء اللي بذمتي. فعلماءنا كانوا يقضون 6 أيام. نعم. يعني 17 ركعة باليوم، 17 ركعة صبح ظهر عصر مغرب عشاء، 17 ركعة 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 6 أيام 17 ركعة، يصير 100 وركعتين. نعم كانوا يسوون هالشكل والآنهم يسوون. هذا أيضا ممكن إنسان أن يصلي 100 ركعة ليلة القدر. نعم. بنية القضاء، الصبح ركعتين، العصر الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، وهكذا. نعم هذا بعد يسموه قضاء، هذا يصلي قضاء. أما صلاة ركعتين 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 ذاك 100 ركعة مع صلاة. نعم نعم أحسنتم سامحة السيد. أي نعم عندنا بصمة زميلة المخرج. نعم نسمح إن شاء الله. السلام عليكم سيدي، أنا زهرة عندي سؤال، إذا إنسان تعرض الموقف محرج وما يريد يجاوبه بكل صراحة، يصير ما أجاوب بكل صراحة أو مرات أكذب لأن ما أريد أجاوب أو أستحي أجاوب، يعني هل أنا ماتين علي حرام؟ نعم واضح سمحت سيد. شوفي أختي الكريمة، الصدق ليس واجبا. نعم الصدق. نعم هسه واحد يستغرب سيدنا شلون؟ نعم. هاي السيدة فد شيء جديد هذا. الصدق يعني هيجي، يعني لازم انا كل شيء صاير اقوله؟ نعم. اخ احمد انا ترى سحوري كان تم الباذنجان، احتاج اقول؟ نعم. ليس مجبر الانسان. احسنت. فان اصدق في كل شيء مو واجب، بس الكذب حرام. جميل.
الكذب حرام. نعم. اما الصدق انه اجي كل شيء حاصل اقوله لا. نعم. فلذلك مو كل شيء واحد يقول، لانه مو واجب ان كل شيء واحد يقول، بس لا يكذب. زين، اذا الكذب حرام. يجي واحد يحرجني، يجي واحد يقول لي انت مثلا عندك علاقه بفلان، انا ما اريد اقول عندي علاقه. نعم. شو اسوي؟ لو اقول لا وانا عندي علاقه، بلي. لو اقول اي، انا ما اريد اقول. نعم. شو اسوي هنا في الواقع؟ عندك طريقين، اما ان تقول تصارحه انه اعفيني من الجواب. نعم. يا ابي انا ما اريد اجاوب على السؤال. ممكن؟ نعم ممكن. حسنا. هذا حل. الطريق الاخر التورية. نعم. تورية يعني شو التورية؟ تورية بعض الناس ما يفهموها، لما يسمعوها من عندي يكتبون تعليقات يشنعونها السيد يعلم الناس كذب. نعم. التورية ليست كذبا. التورية أنا أخبرك بشيء، أقول لك بشيء، أنت تفهم شيء، أنا أقصد شيء آخر، هذه يسموه تورية. نعم. ما صار واضح؟ نعم. تطوني من بالكم أبين؟ لا، حتى يكون واضح حتى الصدر مشاهدين. إجاني واحد باب البيت، مثال، هذا مثال، قال أحمد بيتكم يريدون أحمد. أحمد قال سيدنا الله يخليك، أي واحد يسأل عني لا تقول، لأن أنا الأمن وراي والاستخبارات. زين، إجوا قالوا أحمد موجود، يلا شو أقول الآن؟ إذا أقول أحمد موجود يدخلون يأخذوه يعتقلوه، يسبب مشكلة. إذا أقول ما موجود كذب، فش أسوي؟ الفقهاء شو يقولوا؟ يقول قولوا شيئا، قولوا شيئا تقصدونه والطرف الآخر لا يفهم ماذا تقصد، فهو يفهم شيء وأنت تقصد شيء. نعم. تفهم شيء آخر. فش أسوي أنا؟ تسمعون له لا؟ نعم. إجوا دقوا الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد موجود، أنا بدون أن يشوفه أو بشكل أو بآخر أمد إيدي هشكل وراء الباب، رجاء أأشر وراء الباب، أقول لا والله أحمد هنا ما موجود، لا والله أحمد هنا ما موجود، وين هنا؟ لا. هو يفتهم هنا بالبيت. لا. أنا أقصد وراء الباب، أقصده مو وراء. فأنا أقصد شيء وهو يفهم شيء آخر. بلي. فهذا مو كذب. أكرر لو سوي لي هوسة الآن بالتعليقات. نعم. يا أخوان، التورية أن تقول شيئا الطرف يفهم شيئا وأنت تقصد شيء آخر، هذا ليس حراما. تقدرين هالشكل تسوين؟ جيد. أضرب لك مثال شوي سريع حتى نروح إلى متصل أو بصمة. نعم. إجا واحد، أدري هذا فد واحد مولانا حشاكم، كلش مزعج مزعج. نعم. ياخذ فلوس بعد ما يطي، يجي سيدنا الله يخليك سيدنا سيدنا، ياخذ فلوس من عندي مولانا بعنوان دين بس ما يعطي، مره مسوي هذا. اجاني، سلام عليكم، مثال هذا موجة وهذا مثال، كل امثله. سيدنا الله يخليك، فرد كم فلس هذا يا بشقيد؟ مليون دينار مثلا. مثلا زين، انا عندي مليون دينار، خب شو اقول له؟ اقول لا والله ما عندي. تسمعون لا؟ لا والله ما عندي، بس اقصد وين؟ بجيبي ما عندي، بس بالحساب اكو، بالبيت اكو. لا والله ما عندي، بقلبي اقول بجيبي، جيبي. نعم. جيبي ما عندي. هو يقول صدق ما عندك، اقول لا والله والعباس ما عندي، بجيبي. نعم. صدق ما عندي بجيبي. نعم. يضحك. بلي. بس هي طريقة. نعم. للخلاص ممن؟ احسنتم. هذا تسمى بالتورية، سمحت. تورية أحسن. نعم. أوري يعني أغطي. نعم أحسن. أغطي على الشيء اللي شنو؟ بلي. أها أحسنت. هو يفتهم أنه صدق ما عندي أنا ما عندي بجيبي. نعم. أو ما شعي. واضح؟ نعم واضح. أحسنتم سمحت السيد، بارك الله بكم. نعم، ويانا اتصال من أم سادة. نعم، حياكم الله، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. أنا كنت مختار مبلغ لشراء بيت. نعم. يعني صار عندي شفت المبلغ قطعة أرض. نعم. الذبيع هاي قطعة الأرض بغرض التزويد. السؤال هنا، هل الخمس أول شيء أخمس المبلغ مات الأرض
بعدين اطلب القرض انطلق بعدين اخلص الباقي. واضح عندي سؤال. نعم استاذ نعم سؤال على السؤال. لديكم مبلغ من المال؟ بلي. هذا المبلغ شنو انه يعني ضاميه؟ اخترت لشراء بيت. خليته شراء بيت، ايه؟ بلي، عندي قطعة أرض بدي أبيعها. جيد. لغرض التسجيل. زين. السؤال هنا إن أخلص المبلغ ما تبيع الأرض، لابد أن تخلص عليا الأرض. أسد القرض بعدين أخلص. حجية الأرض، الأرض الأرض مسيجة لا ما مسيجة؟ لا ما مسيجة. بيش اشتريتوها مثلا؟ الأرض أمطانيها من قبل الدولة، بس أنا مطلوب ما يقارب 150,000 دولار. ميخا حجية أنا لا عفوا، أنا ما أريد أدخل في تفاصيلكم، أنا ما أريد أقول بيش ما مشتريها القاع ما مسيجة، مشتريها بألف دولار، مشتريها بألف دولار، الآن بعتوها بمئة وخمسين ألف مثلا، فأنتوا قيمة الشراء غير قيمة البيع، هذه واضح عندكم؟ بلي. أنا راح أجاوبكم، راح اسمعوا جوابي. السؤال جواب. نعم أستاذ الله يحفظكم إن شاء الله. الحجية تقول أنه أنا عندي فلوس جمعتها حتى أشتري بيت. نعم. زين، الفلوس اللي عندك إذا مر عليها سنة، إذا مر عليها سنة فلازم تتخمص. أنا خليت مثلا 10 ملايين مر عليها سنة، ولا إذا اشتري بيت يقول الفقهاء أولا خمسيها بعدين اشتري بيت. نعم. واضح؟ نعم واضح. تقول عندي قطعة أرض اشتريتها في زمان رخص، اشتريتها ب10,000 دولار بس ما مسيجة، يعني ما خليتها لا حايط لا كذا، والآن لما بعتها حتى أشتري البيت بعتها ب150,000 دولار، يعني 10,000 دولار صار شقيت 15 ضعف. نعم. واضح؟ بلي واضح. فشنو اللي أخمسه سيد؟ جواب، جواب، تخمسين بس 10,000 ما تخمسين 150. نعم. ليش؟ لأن الأرض ما مسيجة. بلي. الأرض ما مسيجة، فأنت تخمسين شنو قيمة شرائك للأرض. نعم. قيمة الشراء مو بلي. قيمة البيع، قيمة البيع هذا هذا ربح جديد. نعم. ما مر عليه سنة، سنة تقدرين. نعم. تشترين بي بيت. نعم. واضح حجية؟ أحسنتم سعادة السيد. نعم زميلنا المخرج. نعم عندنا بصمة نسمح إن شاء الله. السؤال الآخر، هل التقليد واجب؟ أنا لما وصلت العمر اللي كان لازم بي أقلد مرجع، أبويا قال تقلدون المرجع الفلاني، بس أنا من لما قال أول بداية الموضوع ما كنت راغبة أنه أقلد هذا المرجع، فقلدته بعدين قلت لا أقلد أشو أي أمر شرعي أي حرمة واحد من المراجع ما أسوي، يعني ما أقلد مرجع معين وكل المراجع ولا واحد منهم حرم شيء ما أسوي، فهل هذا يجوز؟ الأخت الكريم الله يحفظها تقول التقليد واجب. بلي التقليد واجب. ليش؟ حتى تفهمين أحكام الشرعية وتفهمين وظائفك الشرعية حتى تقدرين تأدين وظائفك، لأن أنا إذا ما أقلد زين شون أدي وظيفتي؟ أنا أريد أصوم، هذا الصوم شنو اللي واجب بي شنو مو واجب بي، إذا سافرت شلون كذا، أحكام الصوم من وين أخذها؟ فلابد أكو واحد أحصل أحكام الصوم من عنده. يقول لا أرجع للروايات، هذول الناس اللي الآن أكو خط منحرف جاي يصير بالمجتمع أنه ماكو تقليد، أرجعوا للروايات، الروايات بها الصحيح وبها الغلط وبها الواضح بها المبهم بها خاص بها عام، هذا ما أفهم الروايات ما أقدر أرجع لأي رواية، لأن الرواية بها قد تكون ضعيفة الرواية، فهذه نرجع إلى فقهائنا، فقهائنا يقول لي هاي أحكام الصوم هاي أحكام الصلاة هاي أحكام الحج يعلمونه، فلذلك لابد من اتباع أهل العلم في مسائل الدين يسموه بالتقليد. صار واضح؟ جيد. تقول أبوي اقترح علي مرجع أنا ما عجبني. زين ما عجبك مو مهم، المهم أنه تأدين تكاليفك الشرعية. شلون أتأدين تكاليف الشرعية؟ تقول أنا رجعت لكل المراجع الأشياء اللي يقولون بيها كلهم سويتها، أشياء اللي يحرموها ما سويتها. نعم تركت، يعني احتاطت. بلي. احتياط. شنو الاحتياط؟ أنه كل شيء المراجع يحرموه، كل المراجع يحرموه أنا ما أسوي، أمتنع أشياء اللي المراجع كلها يقولون زين أنا أسوي. نعم. هذا
بس بعض الأحيان تقعين في مشكلة. شنو المشكلة؟ مثلا باكر عيد الفطر، عيد الفطر منو قال؟ مرجع من المراجع قال باكر عيد، مرجع آخر قال لا باكر 30 رمضان. إذا تتبعين اللي قال باكر عيد لا يجب الإفطار، يجب أن تفطري، واللي قال باكر 30 رمضان حرام أن تفطري، هنا شو تسوي؟ نعم أحسنتم، شو تسوي هنا؟ لازم تركبين سيارة السافرين، نعم، حتى تخلصين من شنو؟ من هالمشكلة. فأقول بعض الأشياء مو أنه قد واحد يحرم شيء واحد يوجبه، شو تسوين؟ من اللي صح؟ فلذلك لابد من اتباع الأعلم، أعلم الفقهاء وأعدل الفقهاء وأتقى الفقهاء، نأخذ أحكامنا الشرعية من الآن. اللي هو أعلم الفقهاء عندنا الآن هو سماحة السيد السيستاني الله يحفظه. واضح؟ نعم أحسنتم سماحة السيد. ويانا اتصال من أم علي، حياكم الله تفضلوا. نعم أم علي تفضلوا. نعم إن شاء الله يعودون ويانا. سمعت السيد، نقرأ بعض الرسائل اللي تصلنا عبر تطبيق المجيب. معنا رسالة تقول أنا وسواسية وبدأت بحل هذه المشكلة بعدم الاهتمام والحكم بالطهارة، لكن يوجد أشياء وأماكن حاكمة عليها بالنجاسة منذ زمن قبل أن أصاب بالوسواس، هل أحكم الآن بطهارة هذه الأماكن والحاجات؟ شوفي طبيعة الحال، أكو أماكن مثلا هذا المكان نجس صار لعشر سنوات بنجاسة بلوعة، أنا ما أعتبرها طاهرة. كل شيء أعلم، رجعنا هذه القاعدة، كل شيء أعلم أنه طاهر، عفوا كل شيء أعلم أنه نجس فهو نجس، كل شيء أعلم أنه نجس فهو نجس، وكل شيء لا أعلم أنه نجس أعتبره طاهر، هاي قاعدة. فأنت تقولي أنا أدري هذا النجس، خلاص تدرين حلفي، حلفي قولي والله نجس. إذا حلفتي يعني متيقنة، وإذا متيقنة نعم فهو نجس. أما تقولي هذا نجس أقول حلفي، حلفي يعني تقولش متيقنة ولا يقول لا ما أقدر أحلف سيدنا. إذا أنت شاكة، وإذا شكيتي اعتبري شنو؟ طاهر. فكل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. يعني كل شيء نعتبره طاهر إذا ما عندنا معلومة عنه ونشك به. ومشكلة الوسواسين أنه شكهم يعتبروه علم، وهذا المشكلة. نعم أحسنت سماحة السيد. عندنا بصمة أخرى نسمح إن شاء الله. السلام عليكم مولاي، عندي سؤال عن ما هي حدود طاعة الوالدين. سيدنا أحيانا والدتي تطلب مني شيء فكرة بيئة، تقول لي هذا الشيء لا سوينا بس لقلة معرفته بالموضوع، بس أنا عندي علم أنه هذا الموضوع ما بي تأثير سلبي لمفكرته هي موجود، يعني متأكدة 95% أنه التأثير السلبي لمفكرته بالموضوع ما هو، بس هي تفكر أنه بسلبية لقلة معرفته بالموضوع، فهل واجب علي أن أطيحها؟ نعم إن شاء الله سمحت السيد جاوبكم. ما افتهمت سؤالها بشيء. ما هي حدود طاعة الوالدين؟ نعم. بس بعدين ما افتهم شنو. والبعض يعني في بعض الأحيان الأم أو الأب يطلبون من عندي بعض الأشياء، يعني ربما أنا ما أرغب إنه يعني بتنفيذها أو هي طاعة. شوفي نعم. بابا أنا حبين أشياء هذه هم نشروها، يعني هاي اللي أقوله نشروه. نعم. شوفوا طاعة الوالدين في معصية الله حرام. أبوي يقول نزل حجابك، ما أطيعه، حجاب واجب ما يصير. لا طاعة لمخلوق في معصية منه الخالق. فإذن إذا أبونا وأمنا أمرونا بأشياء حرام شرعا ما يصير. وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، احترمهم بس لا تطيع إذا طلبوا منك الحرام. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا والدي والدتي طلبوا من عندي أشياء ليست واجبة، قم صلي، هذا لا واجب، أقوم أصلي، قم صومي، اتحجبي، أنا واجب طاعة الوالدين، لأنه في من؟ في طول طاعة الله، يعني أنا راح أطيع الله من خلاله.
ان انا واجب. مره لا، ماما لبسي مثلا الثوب الفلاني روحي للحفله الفلانيه. نعم. ماما شعرك مثلا قصي. نعم. مثلا هنا يجب ان اطيعها؟ الفقهاء يقولون له نعم. او لا تزورين مثلا عمك، لا تروحين بيت عمتك، نعم. لا تسلمين على خالك، ما احب اسلم على خالك، هذا يجب اطيعها؟ لا، نعم. واجب اطيعها. يعني اقدر اسلم على خالي؟ ايه يصير اسلم على خالك، مو حرام، بس لا تفتهم امك. نعم. اذا افتهمت امك ستتاذى، وايذاء الوالدين حرام. نعم احسنتم. راح اجيب قاعده اسمعوها. فطاعة الوالدين ليست واجبة، إيذاؤهما حرام. نعم جميل. إيذاء الوالدين حرام. فيعني إذا والدي قال لي بابا لا تروح للحضرة، لا تروح، واجب علي أطيعة؟ لا، أبوي خلى راسه ونام، أنا رحت الحضرة وزرت ورجعت. اسمعوا، زرت ورجعت، هو ما افتهم أنا رحت الحضرة أصلا. نعم. راح يتأذى؟ لم يتأذى. ما يتأذى. نعم. لأنه ما يدري. فأنا لا سويت حرام ولا هم يحزنون، لأن ما أذيت والدي، بس أنت ما أطعته، لأن طاعة والدي مو واجبة. صار واضح؟ فحدود طاعة الوالدين ألا أوذيهما، ألا أوذيهما. هذا نعم. سمعت السيدة أيضا بعض الرسائل اللي وصلتنا عبر التطبيق المجيب. يقول أنا طالب بعثة على نفقة شركة، وعندما أعطت الأكاديمية عطلة لنا رجعنا إلى العراق، لكن الشركة المبتعثة لنا أرادت أن تستقطع راتبنا، وقالت أنتم موقعين على عقد في حال الرجوع للعراق يستقطع الراتب الحقيقة، يستقطع الراتب، يستقطع يستقطع الراتب يعني اللي في العقد لا ينص على هذا الشكل، أو تواصلنا مع المسؤولين لكن مع غير فائدة، فقررنا تغيير تاريخ تذكرة السفر بأنفسنا من غير الرجوع لمكتب حجز التذاكر، فهل يعتبر حرام علينا؟ مع العلم أنا مقلد السيدة السيستاني الله يحفظها. شوفوا، هاي أسئلة هواي مهمة تجينا على تطبيق المجيب، وأسئلة مهمة إحنا نجاوب عليها وننشرها، وهي قابل استفادة إنصافا. الأخ الكريم السائل أو السائلة هي في الواقع في عقد مع شركة أو مع مؤسسة على أن تروحين فلان دولة وتشتغلين وبأجور معينة لمدة كذا، يقول صارت عطلة رسمية، احنا العطلة الرسمية حاولنا أن نرجع، بس الشركة تقول أنت ملزم بعقد وياي، فما يجوزك أنت تترك تترك العمل هناك. فإلها حق، المؤسسة أو الشركة لها الحق في إلزامك. إلزامك بمن؟ إلزامك بأن تكون هناك. يقول سيدنا ما نصوا بالعقد أنه يستقطعوا من راتبنا، العقد يقول لك 20 يوم لازم تكون هناك، أنت 15 يوم ورجعت، فخمس أيام يستحقون، وهذا في الاتفاق موجود. فمخالفة الاتفاق والتنصل عن الاتفاق هذا فيه إشكال، لأنه في الواقع يستقطع من أجورك التي كانت بسبب شنو؟ تلك المدة المعينة وأنت لم تلتزم، أنت مغير التواريخ حتى شنو؟ حتى تقول أنا ما حسب تعبيرنا ما أخلفت، ولكن هذا حرام شرعا لأنه كذب وأخذ مال بالباطل. نعم ما سمحت للسيد، هذا ما يسمح به الوقت. شكرا لكم والله يحفظكم إن شاء الله. سلمكم الله تعالى، بارك الله. نعم. وكذلك شكرا موصول لكم مع مشاهدينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة، انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله، في أمان الله ورعايته.